نشرة 9 مساء من القاهرة الإخبارية. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر. والبداية بأبرز العناوين. تركيا تعلن إجلاء 400,000 شخص عقب الزلزال، والجيش ينتشر بالمناطق المنكوبة وسط مخاوف من عمليات نهب. الصحة العالمية تطلق نداءً لجمع 43 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال وتحذر من انتشار الأوبئة. تدريبات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي مع تصاعد حدة التوتر مع بكين بعد إسقاط المنطاد. البداية من تداعيات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا. كشف النائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي عن إجلاء 400,000 شخص جوا من المناطق المنكوبة. كما أشار في مؤتمر صحفي إلى أن 34,000 عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل في العثور على الأحياء. كما قال إن السلطات تعمل على تحديد المباني التي لم تتعرض لأضرار كبيرة لإعادة تأهيلها. انتشرت عناصر من الجيش التركي في المناطق المنكوبة وسط مخاوف من نهب المنازل المدمرة. هذا وألقت الشرطة التركية القبض على أكثر من 40 شخصا يشتبه بالسطو على المباني المنهارة، وصادرت السلطات مبالغ مالية وكميات من المجوهرات وبطاقات مصرفية خلال تلك العملية. أظهرت لقطات أمنية نشرتها إدارة شرطة ديار بكر اهتزاز المباني جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أن ينهار بعضها ويتحول إلى أنقاض في غضون ثوان مع نزول الناس إلى الشوارع. وهذه المشاهد التقطتها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وصورت اللحظات الأولى للزلزال الذي وقع فجر الاثنين الماضي في ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وأعقبه هزات ارتدادية عديدة. هذا وقد ارتفع إجمالي عدد الضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى أكثر من 35,000 مع تراجع الآمال في العثور على ناجين. وكشفت هيئة الكوارث التركية عن إجلاء نحو 148,000 من المناطق المنكوبة بتركيا إلى ولايات أخرى. في هذا السياق أعلنت هيئة الكوارث التركية تسجيل 2400 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي. هذا وقد خلف زلزال تركيا دمارا مروعا أحدث خسائر فادحة قدرت تكلفتها بمليارات الدولارات. وأدى هذا الزلزال المدمر إلى تضرر ميناء إسكندرون وإغلاقه لفترة قد تمتد إلى عدة أشهر. تبعات زلزال تركيا الاقتصادية تتوالى مع اتساع رقعة الخسائر لتطول كل القطاعات ومن بينها ميناء اسكندرون أحد مينائي الحاويات الرئيسيين على الساحل الجنوبي لتركيا.
الهيكل الداخلي للميناء تأثر بشكل كبير جراء الزلازل، وتم تعليق جميع العمليات في ميناء اسكندرون بعد انهيار جزء من الميناء واندلاع حريق في ساحة الحاويات. الدخان يتصاعد من الحاويات رغم إخماد الحريق، بينما تقف سيارات الإطفاء عند ميناء اسكندرون على وضع الاستعداد، وتحلق طائرات الإطفاء فوق موقع الحريق الذي تجدد عدة مرات. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قد تصل مطالبات التأمين إلى مئات الملايين من الدولارات جراء الأضرار الناجمة عن الحريق الذي وصف بأنه أكبر حدث تدمير للميناء منذ تفجير مرفأ بيروت في عام 2020. إغلاق ميناء اسكندرون قد يستمر عدة أشهر، ما يفاقم من الخسائر الاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من أن الزلزال لم يؤثر على الموانئ الأخرى في البلاد، فالنقل الداخلي في تركيا يواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الزلزال، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع الأساسية وربما يفرض بعض التأثير على التجارة الدولية. بينما قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن المنظمة ملتزمة بمساعدة الشعب السوري جراء زلزال خلال الأيام المقبلة. أكد أدهانوم أن المتضررين في شمال غرب سوريا في حاجة لتقديم المزيد من المساعدات، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة وأنهم في انتظار التقديرات الإجمالية لعدد الضحايا. هذا وقد أقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين شمال سوريا. واعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جرافيث أن المنظمة خذلت المنكوبين في سوريا. أكد في تغريدة على تويتر الالتزام بتصحيح الإخفاق في شمال غربي سوريا بأسرع ما يمكن. الآن للمزيد من النقاش والتفاصيل ينضم إلينا عبر زوم من بيروت رانيا أحمد، نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال أو لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أستاذة رانيا أهلا وسهلا، قلوبنا معكم بالتأكيد، ولكن أريد أن أعرف كيف يبدو الوضع لديك وعمليات المساعدات والإنقاذ وكل ما يحدث جراء هذا الزلزال المدمر. أولا شكرا لحضراتكم وشكرا لاهتمامكم بالوضع في سوريا. الحقيقة الوضع في سوريا هو عاصفة كاملة من الاحتياجات الإنسانية. سوريا فعليا كانت بتمر ب 12 عام من النزاع وتأثرات اقتصادية فظيعة في الفترة الأخيرة، بالذات بعد جائحة كورونا ووضع تغير مناخي، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية المختلفة. كان عندهم استجابة للكوليرا اللي كانت منتشرة جدا في سوريا، وجي النتائج الزلزال دمار مطلق للأسف الشديد. الاحتياجات أكبر من أي حد يتخيلها. احتياجات الشعب السوري قبل الزلزال كانت 12.5 مليون مواطن سوري في احتياجات لمساعدات إنسانية. الزلزال أدى لزيادة الأعداد بخمسة مليون مواطن محتاجين احتياجات إنسانية ومأوى. أثر على خمس محافظات في سوريا، من أكبر خمس محافظات منهم طبعا حلب وإدلب وحما وحمص واللاذقية. أكثر من 1387 توفوا، ده الأعداد اللي حصرت حتى الآن. أكثر من 2326 مواطن أصيبوا، 293 ألف مواطن فقدوا منازلهم، 267 منزل تهدموا تماما، وأكثر من 325 فيهم مشاكل ضخمة، ده غير المدارس والمستشفيات اللي اتأثرت. الحقيقة الوضع كارثي، لأن الوضع ده جاء في وقت كمان في درجات حرارة متدنية جدا. وجود الناس في العراء بدون مأوى ده ممكن يؤدي للأسف لوفاتهم، لو مش من الزلزال من الجو السيء جدا، بالإضافة إن في خوف من انتشار الأوبئة والأمراض. النقص ضخم جدا في الكهرباء والوقود، وطبعا ضعف البنية التحتية اللي كان أصلا ناتج عن النزاع، بيؤدي إن حتى بعد الزلزال لسه يمكن أول امبارح سقط ثلاث مباني، ولسه بنرى كل يوم للأسف الشديد أثار سلبية
ضخمة على أهالينا في سوريا. للأسف الاحتياجات ضخمة جدا، والمساعدات بالرغم ان احنا بنشوف مساعدات، وشفنا يمكن الهلال الأحمر العربي السوري هو متقدم في عملية الإنقاذ من اللحظات الأولى في كل المناطق في سوريا. يمكن يا أستاذة رانيا هذه نقطة كنت أريد أن أتوقف معك فيها، يعني في ظل هذا الوضع المؤسف الذي تتحدثين عنه وهذه الظروف الصعبة، كيف تسير عملية المساعدات؟ هل تحدث فارقا أم زال الأمر ضعيف للغاية؟ ويعني نعلم أن المنظمات الدولية تقر بصعوبة الأمر وصعوبة وصول المساعدات، كيف تبدو عملية المساعدات؟ كيف أثرت؟ الحقيقة هو في شقين، الشق الأول هو إن الوضع في سوريا، إن الأجهزة لإغاثة المواطنين اللي تضرروا بالزلزال وإنقاذهم من تحت الأنقاض، سرعة الإنقاذ ووجود أجهزة حديثة، ده كان مشكلة ضخمة جدا وما زال مشكلة ضخمة جدا. والحقيقة بالرغم من مرور تقريبا أسبوع دلوقتي، ولكن الأهالي مصرة على محاولة الإنقاذ، وكل يوم يمكن ربنا بقى كبير إن ممكن حد ينقذ من تحت الإنقاض، بس الأهالي مستمرين في البحث بمواد وأجهزة ضعيفة جدا وغير متطورة. الوضع الثاني من المساعدات، من خلال جمعيات الصليب والهلال الأحمر 192 دولة حول العالم، كان في مساعدات ضخمة من البلاد المختلفة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، من أولها مصر الحقيقة، من أول البلاد ومن خلال الهلال الأحمر المصري قاموا بإرسال طيارات مساعدات مختلفة عينية وتجمعات عينية للمأوى الإخواتنا في سوريا، بس مش مصر بس، والكويت والإمارات والسعودية وجزائر وليبيا وغيرهم، شفنا مساعدات كثيرة بتصل سواء طيارات وكمان من الصليب الأحمر الأوروبي زي البريطاني وغيره، ويمكن حتى الصين بعتت مساعدات. فده شق، ودي مساعدات عينية تصل بطائرات أي إما من حكومات أو من جمعيات صليب وهلال أحمر للحكومة السورية أو للهلال الأحمر السوري، اللي بيقوم بتوزيعها في كل مناطق التضرر. الجزء الثاني هو أن في نداءات طوارئ مختلفة. إحنا كاتحاد دولي صليب وهلال الأحمر عملنا نداء طوارئ ب 80 مليون فرنك سويسري، ولكن طبعا دي اللي محتاجة أكتر مساعدات من حكومات وبلدان مختلفة، لأن سوريا مش محتاجة 80 مليون. حتى هذا الرقم احنا هنقوم بمراجعته، لان اكتشفنا كل يوم بيمر بنكتشف ان الاحتياجات اضخم بكتير، وده بس اتحاد دولي بجمعيات صليب وهلال الاحمر. ولكن انا عارفه ان الامم المتحده برضو بتطالب بمساعدات وغيرها، ولكن المساعدات الماديه لسه محتاجه دعم اكبر واكثر من الممولين ومن الحكومات للمساعده في انقاذ ومسانده الأخوات في سوريا والأهالي، اللي بيشملوا عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن والمتأثرين بالحروب والنزاعات. وهذه نقطة مهمة يا أستاذة رانيا، أنت أشرتي إلى نقطة الإيواء. كيف تدبرون عملية الإيواء لهذه الأعداد الكبيرة من المشردين والمتضررين جراء هذا الزلزال، الذين كانوا بالفعل يعانون من ظروف صعبة وجاء هذا الزلزال فيعانون الآن من كارثة وظروف أيضا مناخية كما تحدثت أنت صعبة للغاية، كيف تدبرون هذا الأمر تحديدا؟ الحقيقة الحكومة فتحت كل المدارس والمستشفيات للأهالي، طبعا اطمنوا أن الزلزال ما أثرش عليهم سلبيا، ولكن فتحوا مخيمات، وده يمكن كان جزء من المساعدات العينية. بلاد كتير بعتت مخيمات عشان تستضيف النازحين، في نازحين كتير نزحوا من المناطق المنكوبة متأثرة بالزلزال لمناطق تانية متأثرة برضو بمشاكل اقتصادية ومشاكل نزاع، فالوضع الحقيقة سيء جدا. عملوا مستشفيات ميدانية، قاموا برعايات صحية على وإسعافات أولية، ولكن برضو المستشفيات أصبحت مكتظة بحالات، فالمستشفيات الميدانية بتاخد وقت عشان تتفتح، فبقى في إسعافات أولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ونقل بعض الحالات الحرجة يمكن للبلاد المجاورة، ولكن مازال الوضع سيء للغاية وفي احتياج أكتر لمكان ومأوى بخصوص الأوضاع الصحية. بخصوص الأوضاع الصحية، يعني حتى منظمة الصحة العالمية تقول أن الوضع الصحي والمنظومة الصحية في سوريا تعاني من هشاشة مخيفة للغاية حتى قبل أصلا حدوث هذا الزلزال، كيف تتصرفون مع تدبير هذه الأدوات الطبية تحديدا؟
الحقيقة عملنا مساعدات أدوية، بعتنا أدوية كتير جدا، والحقيقة احنا النهاردة جالنا فريق متخصص في إنشاء مستشفى ميداني. مستشفى ميداني بيكون مستشفى متكامل بيفتح بأجزاء مختلفة بمناطق مختلفة، حتى ممكن هو يعمل عمليات في حاجة للناس محتاجة عمليات، ولكن الاحتياج أكبر، فهو مش مستشفى ميداني واحد، لازم نقوم بأكثر من مستشفى ميداني. فعلنا الرعاية الصحية وإرسال أطباء ودعم، ولكن الهلال الأحمر السوري وسوريا فيها مجموعة من الأطباء، ولكن ما أماكن للرعاية الصحية الأكبر زي الأطفال أو شيوخ أو ناس تأثروا وجرحى متأثرين، لا المستشفيات فعلا مكتظة. ويمكن في تقرير طلع من هيئة الأمم المتحدة بخصوص النساء الحوامل اللي يمكن ما يلاقوش أماكن في المستشفيات لرعايتهم. فإحنا الحقيقة بنتعاون ونتشارك وبننسق جميعا، سواء هيئات أمم متحدة، منظمات دولية، جمعيات صليب وهلال أحمر، إن إحنا نتعاون ونتشارك. المأساة أكبر من إن منظمة واحدة تعمل عليها، والحقيقة البركة في إخواتنا وشباب الهلال الأحمر السوري قايمين بدور رائع، لأن عندهم متطوعين في كل المحافظات وكل الأماكن، ويمكن هم ما ناموش بقالهم من ساعة الزلزال، لأنهم بيحاولوا ينقذوا وفي نفس الوقت يسعفوا وفي نفس الوقت ينقلوا الجرحى والموتى وينقلوا نازحين لأماكن أكثر أمانا، ويقدموا توزيعات سواء طعام أو مياه أو مواد سبب الشتاء، لأن الناس حتى فقدت الغطاء والملابس وغيره. فالوضع الحقيقة مخيف، يعني وزي ما حضرتك قلتي جهد مقدر منك أستاذة رانيا ومن كل المتطوعين والمشاركين في إزالة هذه الأثار المخيفة جراء هذا الزلزال المدمر طبعا، وبنتمنى الاستجابة العاجلة من المنظمات الدولية. شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت عبر زوم رانيا أحمد، نائبة المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا لك على هذه التفاصيل والمعلومات. إذن جهود الإنقاذ ورفع حطام المنازل المنهارة مستمرة في سوريا وتركيا، رغم تراجع الآمال بإمكانية العثور على الناجين بعد أسبوع من الزلزال المدمر. لا يزال الآلاف من سكان المدن المتضررة من الزلزال بجنوب تركيا وشمال سوريا يعيشون ظروفا صعبة، يفترشون الساحات ومراكز الإيواء في ظل طقس شديد البرودة. ثقيلة هي الساعات التي تمر على فرق الإنقاذ في سوريا وتركيا مع مرور أسبوع على كارثة الزلزال المدمر الذي ما زالت تداعياته مستمرة، وما زال الآلاف تحت أنقاض المنازل. أوقات عصيبة يعيشها سكان المناطق المتضررة في شمال سوريا وجنوب تركيا. في تركيا رجال الإنقاذ بدت عليهم مظاهر الإرهاق والتعب من عمل متواصل على مدار 7 أيام، ورغم المساعدة المتدفقة وفرق الإنقاذ والمعدات الحديثة التي انضمت إلى فرق الإغاثة التركية، تراجعت عمليات البحث بين حطام المنازل والمباني في عدة مناطق على رأسها كهرمان مرعش الأكثر تضررا بالزلزال المدمر. تباطؤ عمليات البحث يأتي غداة إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتأخر عملية الاستجابة للكارثة في عدة مناطق. وفي سوريا يزيد الأوضاع صعوبة النقص الشديد في معدات رفع الأنقاض وإغاثة المنكوبين، إضافة إلى تردي الوضع في القطاع الصحي وسط تعقيدات يفرضها المشهد بسبب الطقس البارد من جانب، وصعوبة وصول المساعدات إلى عدة بلدات من جانب آخر، وهو ما وصفته بعثة منظمة الصحة العالمية بالوضع المفجع، وأصعب من أن تتمكن جهة واحدة من الاستجابة للاحتياجات الملحة هناك. أسبوع مر على الكارثة، وما زالت الأنباء المتواترة من تركيا وسوريا تكشف عن مزيد من الضحايا والخسائر، بينما يفترش مئات الآلاف من سكان المناطق المتضررة الساحات وأماكن الإيواء متخذين من النيران وسيلة للتدفئة من برد الشتاء القارس.
في سوريا واحدة من أهم وأقدم القلاع التاريخية في العالم، قلعة حلب التي صمدت أمام تدمير هولاكو وتيمورلنك. أدى الزلزال الأخير إلى سقوط وتصدع بعض أجزائها. المزيد حول هذا الأثر الصامد في سياق هذا التقرير. قلعة حلب، رغم أنها كانت توصف بالقصر المحصن، إلا أن الزلزال الذي عصف بمدينة حلب السورية مؤخراً تمكن من تحطيم بعض أجزائها، فسقطت أجزاء من الطاحونة، وحدث تصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية لها، كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي الواقع بها، وتضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي. قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم، والتي بنيت في العصور الوسطى، ويعود استخدام التل الذي توجد عليه إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. ورغم أن القلعة تم احتلالها من الإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين، إلا أن أغلب البناء الحالي يعود إلى الفترة الأيوبية. هناك العديد من الأجزاء الداخلية البارزة في القلعة، ومن أهمها المدخل وقصر المجد وقاعة العرش المملوكية أو القصر السلطاني، أحد أبرز المواقع الأثرية في القلعة. أيضاً الممرات والآبار التي تخترق الأرض. على مر العصور لحقت أضرار بالغة بالقلعة إثر الغزو المغولي الأول عام 1260 ميلادية بقيادة هولاكو، ودمرت مرة أخرى بسبب الغزو المغولي الثاني بقيادة تيمورلنك الذي اجتاح حلب في العام 1400 ميلادي. ولكن رغم أي شيء ظلت القلعة صامدة في مواجهة أي محاولات لتدميرها، سواء بفعل البشر أو الطبيعة. أهلا بكم من جديد. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيق، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أطر التعاون. كان الرئيس المصري قد وصل إلى الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غدا، وتشارك فيها مصر كضيف شرف. هذا وتنطلق القمة العالمية للحكومات غدا بدبي بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية، وأيضا عدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية. يبحث المشاركون بالقمة خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية وكذلك الدولية. دعا مؤتمر دعم القدس الذي اختتم أعماله بالعاصمة المصرية القاهرة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. شدد المؤتمر في بيانه الختامي على أن القضية الفلسطينية العادلة وفي القلب منها القدس الشريف ستبقى القضية المركزية للأمة العربية. وقال البيان إن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال. صمود وتنمية من مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، كان هذا شعار المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة لدعم القدس وصمود أهلها
في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. كلنا ثقة أيها الإخوة والأخوات أن مؤتمرا يخصص لقضية القدس سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها عاصمتنا المقدسة بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ 55 سنة. مؤتمر القدس الذي يأتي تنفيذا لتوصيات قمة الجزائر الأخيرة يهدف أيضا إلى عرض قضية القدس على الرأي العام العالمي وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل. تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين. وتعيد مصر التحذير من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وعلى أجندة المؤتمر الذي يناقش أيضا سبل مواجهة وقف محاولات التقسيم الزماني والمكاني في القدس الشريف والتي من شأنها إقامة فرص السلام المنشود، نعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني التي تعيق فرص تحقيق السلام المنشود، فأي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها. جهود إقليمية متواصلة لدعم قضية القدس كالعادة تقودها مصر مع أشقائها انطلاقا من الدور المحوري والإلزام التاريخي إيذاء الفلسطينيين وقضيتهم التي ستظل مركزية لكل العرب. أيمن عماد، هنا القاهرة، عاصمة الخبر. وفي الأراضي الفلسطينية أصيب 3 شباب برصاص الاحتلال الإسرائيلي بإصابات وصفت بالخطيرة خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين. ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم إيداع المصابين بالمستشفيات وأن حالتهم خطيرة نظرا لإطلاق نار عليهم بمنطقة البطن. أفادت السلطات الفلسطينية أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت جنين وحاصرت عددا من المنازل وقامت بتحطيم محتوياتها، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بالمنطقة. جنين، المدينة والمخيم أحد أبرز مدن الضفة الغربية، المدينة التي تحتل المرتبة 5 من حيث عدد السكان بين مدن الضفة. هذا ما يجعلها أحد أبرز دروع الضفة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. الزميل حسان بشير يقدم بتقنية الواقع المعزز ملامح لجنين في هذا العرض. بين الحين والآخر يبرز اسم مدينة جنين ومخيمها إلى الواجهة مع حدوث أي توتر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بوصفها جبهة عصية على الاحتلال. فمدينة جنين يقطنها نحو 40,000 نسمة وتعد 5 أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد مدن الخليل ونابلس وطولكرم ويطا. تحتضن المدينة مخيم جنين الذي أنشئ في عام 1953 إلى الغرب منها، يطل على سهل مرج ابن عامر من جهة الشمال، وتحده من الجنوب قرية برقين وتحيط به المرتفعات، يمر به وادي الجدي من المنطقة الغربية.
يعد مخيم جنين واحدا من أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظا بالسكان، إذ يعيش فيه نحو 12 ألف نسمة في مساحة صغيرة لا تزيد عن نصف كيلومتر مربع. ومع أي تحرك لقوات الاحتلال على أطراف هذا المخيم، عندما تحاول اقتحامه بهدف تنفيذ اعتقالات أو القيام بعملية هدم بيت أو ما شابه ذلك، يقوم عدد كبير من الفلسطينيين بالمواجهة، حيث تدور اشتباكات واسعة، ما يسفر عن سقوط شهداء من أبناء جنين. فوفقا لتقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، فإن قوات الاحتلال أزالت حيا كاملا في المخيم عن الوجود لكي تتمكن من احتلاله خلال الانتفاضة الثانية التي امتدت من 2000 إلى عام 2005، حيث هدمت 450 منزلا ودمرت أكثر من 400 آخرين، فيما تعرض 300 آخرون إلى أضرار جزئية. وما بين اجتياح وآخر، يواصل سكان المخيم حركتهم في أزقته التي تضيق يوما بعد يوم بفعل البناء العشوائي الناجم عن غياب البديل لهؤلاء اللاجئين الذين فقدوا أرضهم وفقدوا ممتلكاتهم. تجري عناصر من البحرية ومشاة البحرية الأمريكية المارينز تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر مع بكين بشأن إسقاط البالون الصيني. وذكر الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان أن مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات USS والوحدة الاستكشافية البحرية 13 تقومان بعمليات استكشافية متكاملة في بحر الصين الجنوبي. أضاف أن التدريبات التي شاركت فيها سفن وقوات برية وطائرات جرت دون ذكر تفاصيل بشأن موعد انطلاقها أو ما إذا كانت قد انتهت. ألغت إدارة الطيران الفيدرالية القيود المؤقتة التي فرضتها على مساحة فوق بحيرة ميشيغان، واصفة المنطقة بأنها مجال جوي للدفاع الوطنية. كانت إدارة الطيران حذرت من أن الطيارين الذين ينتهكن القيود يمكن أن يتم اعتراضهم واعتقالهم. يأتي ذلك بعد إسقاط 3 أجسام طائرة أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن مسؤولي الأمن القومي يعتقدون أن الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها أخيرا هي مناطيد. وغلقت الولايات المتحدة المجال الجوي فوق ولاية مونتانا في وقت متأخر من مساء السبت بعد رصد جسم مجهول في المساء، قبل أن يتبين أن خللا في الرادار قد تسبب في الإغلاق، فيما أسقطت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية جسما غير محدد فوق كندا غداة إسقاط الجسم آخر فوق ألاسكا. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الفرق أو الفرق تبحث عن الجسم الاسطواني الذي أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية فوق أراضي منطقة يوكون لمعرفة المزيد عن الغرض من تحليقه فوق هذه المنطقة. أكد ترودو خلال مؤتمر صحفي أن فرق البحث موجودة على الأرض وتأمل في العثور على الجسم وتحليله، مشيرا إلى الأهمية الكبرى لهذا الأمر. أوضح رئيس الوزراء الكندي أنه يتابع باهتمام بالغ المستجدات بشأن هذا الجسم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. موسكو تتهم الولايات المتحدة بالتورط في تفجيرات خطوط أنابيب نورد ستريم وتدعو لمحاسبتها.
الآن مع تطورات الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المسؤولين الأمريكيين يدلون بتصريحات تعد اعترافا بضلوعهم في تفجير خطي أنابيب نورد ستريم. واتهم لافروف واشنطن بأنها سعت بتفجير خطي نورد ستريم 1 و2 إلى إفساد وعرقلة التعاون بين روسيا وألمانيا. كان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نشر تحقيقا حول الحادثة التي وقعت في سبتمبر عام 2022 مستندا إلى معلومات استخباراتية عن شخص وصفه بتورطه المباشر في الإعداد لعملية التفجير. ونفى البيت الأبيض بصورة قطعية صحة المعلومات الواردة في التحقيق، إلا أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند أفادت في يناير الماضي بأن الولايات المتحدة سعيدة بخبر تعطل خطي الأنابيب. هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز. وقد اتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عنها. من جانبه نفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وصفها بأنها كاذبة تماما ومحض خيال. وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخاصتين إلى أنه تم تفجير الخطوط الأنابيب عمدا، ولكنها لم تحدد المسؤول. المزيد من النقاش ينضم إلينا عرب سكايب من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. دكتور عماد أهلا وسهلا بك معنا. أنا سأبدأ معك من حيث هذا الأمر وتعليقك على تفجير خطوط أنابيب غاز نورد ستريم وإصرار روسيا على تورط الغرب في هذا الأمر. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني تفجير هذه الخطوط أمر مرفوض، هناك قوانين تحكم تعاملات الدول في كل المجالات بما فيها حتى لو كان يعني إيقاف التعاون الاقتصادي في ملف الطاقة وغيره. للآن هناك غموض كبير حقيقة يعني حول من المتسبب ومن المستفيد. بالنسبة لبعض الدول الأوروبية أشارت منذ بداية الحادثة أنها مع أن يكون هناك تحقيق شفاف مهني يبحث عن المتسبب الحقيقي في ذلك. باعتقادي ما أشرتم إليه في التقرير يعني حول الموقف الأمريكي وما أشارت إليه أيضا العديد من الجهات الرسمية الروسية بأن المتهم الأول هو أمريكا، هذا شأن أمريكا أن تدافع عن نفسها، ولكن مجرد يعني سرور أمريكا بهذا الحدث لا يعني أنها متسبب، وإن كانت بالتأكيد ستستفيد من أي تعطيل لهذا الخط بشكل مباشر. طيب أنتقل معك إلى نقطة أخرى بخصوص ما يحدث الآن في أوكرانيا وتصريحات نائب رئيس المخابرات الأوكرانية وهو يقول أن روسيا تستعد الآن لتعبئة جديدة، هل هذا أمر قد يؤثر في مسار الحرب الآن أم تتفق مع تقليل المسؤول من نتائج هذا الأمر أو تأثير هذا الأمر؟ التعبئة موجودة وعلى قدم وساق، ولكن
حقيقة يوما بعد يوم تتفاجأ القوات الروسية أن الجيش الأوكراني مستعد للدفاع وأصبح يتقن كثير من الفنون القتالية ولديه معدات استطاعت أن توقف وتعطل تقدم مثلا القوات الروسية في باخموت. حتى سوليدار يعني الجيش الروسي وقوات واغنر والقوات الخاصة الشيشانية وفترة طويلة وبالكاد استطاعت أن تسيطر عليها بعد انسحاب القوات الأوكرانية منها. الآن في جبهة باخموت هناك خسائر كبيرة في الجانبين. بخصوص باخموت دكتور عماد، بما تفسر تصريحات رئيس مجموعة فاغنر الأخيرة وهو يقول أن القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة من الأوكرانيين، وبدت هذه التصريحات غريبة للغاية؟ هذا التأكيد على ما بدأت به حديثي، حقيقة أن هناك فعلا استعدادات قوية وخطط محكمة للقوات الأوكرانية والمعدات التي لديها، علما أيضا أن اليوم قوات الإدارة العسكرية في المحافظة أصدرت قرار رسمي من الجانب الأوكراني بمنع المدنيين من دخول مدينة باخموت. حتى الفرق التطوعية تحتاج إلى إذن للدخول للحيلولة من دون أن يكون هناك عمالة لتصحيح الضربات التي تستهدف هذه المدينة. في الجانب الآخر أكد الجانب الأوكراني أن المدينة شبه مدمرة وأن هناك أعداد قليلة بالكاد متواجدة من المدنيين الذين رفضوا المغادرة، وتحاول القوات المتطوعين والجيش والمتطوعين إيواءهم وإطعامهم وتأمينهم قدر المستطاع، لكن الجبهة ساخنة وستكون هناك مواجهات كبيرة جدا شرسة في هذا المجال، وكل جانب يحاول أن يعد نفسه أكثر. لكن فاجأنا اليوم يعني تصريحات من قيادة الجيش الأوكراني التي أكدت أن الخسائر لم تعد 100 و200 روسي يوميا، الضحايا يزيد عن 500 إلى 600 شخص يوميا، وهذا يعني أن هناك فعلا خسائر، ويؤكد ذلك التصريحات التي أشرتم إليها من الجانب الروسي وخاصة قوات فاغنر أنها تواجه مقاومة شرسة أوكرانية. يبدو أن العام الجديد أو العام الثاني لهذه الحرب يدخل مع الكثير من المفاجآت. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا على هذه الرؤية وهذا التحليل. تعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز والذي يتولى رئاسة العاصمة برلين منذ أكثر من 20 عاما لهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية بعد تقدم المحافظين بحسب تقديراته. وتصدر الاتحاد المسيحي الديمقراطي نتائج الانتخابات البرلمان المحلي للعاصمة الألمانية بحصوله على 28% من الأصوات مقابل نحو 18% للاشتراكيين الديمقراطيين في أسوأ نتيجة لهم منذ الحرب العالمية الثانية. فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليتس بالانتخابات الرئاسية بعد أن حصد الأغلبية في الجولة الثانية، يأتي ذلك بعد أن حصل على نحو 52% من الأصوات، في حين نال منافسه أندرياس مافرويانيس على أكثر من 48%. سيواجه الرئيس القبرصي الجديد عددا من الملفات من بينها نزاعات عمالية وارتفاع التضخم وأيضا زيادة في الهجرة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهد المبذول من منتدى غاز شرق المتوسط مع شركات البحث والتنقيب سيكون العنصر الحاسم ليقوم المنتدى بدوره في تخفيف آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والطلب الأوروبي على الغاز خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال حضور الرئيس المصري لافتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات، شركات البحث والتنقيب، هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه. كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرته او في اسرائيل او في مصر او في اي دوله تانية،
وهذا الغاز يصل إلى أوروبا، أتصور ده هيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. توقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص تجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل جائحة كورونا إلى نحو 102 مليون برميل في اليوم. أضاف الغيص خلال مشاركته في معرض ومؤتمر إيجلس 2023 أن المنظمة لا تزال ملتزمة باستقرار أسعار النفط العالمية، كما توقع أن يرتفع الطلب على النفط ليصل إلى 110 مليون برميل في اليوم بحلول 2025. قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذين أوديا بحياة 30 أو نحو 30 ألف شخص في تركيا وحدها بأكثر من 84 مليار دولار، ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يرجح أن تكون الهزتان الأرضيتان قد تسببتا في دمار مبان سكنية بحوالي 70 مليار و800 مليون دولار، إلى جانب 10 مليارات و400 مليون دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، هذا وفق ما أعلنه الاتحاد. قال رئيس هيئة السوق المالية السعودي محمد القويز إن هناك 23 شركة تمت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية تداول. أضاف أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة و70 تفويض موقعا مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية. سيكون أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية 6 أشهر لطرح أسهمها للبيع. في أخبار الرياضة، حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا بـ3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل لسيتي كولون مان، رودري وإلكاي ورياض محرز، بينما أحرز أولي وثنيكس هدف فيلا الوحيد. الفوز رفع رصيد سيتي للنقطة 48 في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى 3 نقاط والذي لعب مباراة أقل، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز 11. كما حقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا على مستضيفه ليدز يونايتد بـ2 دون مقابل ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدفي المباراة المهاجم المتألق ماركوس راشفورد وليختارد غارتوش في الدقيقتين 80 و85، ورفع الفوز رصيد مان يونايتد إلى 46 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز 17 وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط. وأعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي إقالة مدربه ناثان جونز بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة. أعلن النادي تولي الإسباني روبن سيليس الذي كان مدربا مساعدا في الجهاز الفني لتدريب الفريق مؤقتا، وخاض جونز 14 مباراة مع الفريق، فاز في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات. إلى هنا تكون انتهت نشرة 9، هذا تذكير بأبرز عناوينها. تركيا تعلن إجلاء 400 ألف شخص عقب الزلزال، والجيش ينتشر بالمناطق المنكوبة وسط مخاوف من عمليات نهب. الصحة العالمية تطلق نداء لجمع 43 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال وتحذر من انتشار الأوبئة. تدريبات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي مع تصاعد حدة التوتر مع بكين بعد إسقاط المنطاد.
وفي الختام نذكر حضراتكم أنه لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. يمكنكم كذلك متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كذلك يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. هنا القاهرة عاصمة الخبر، إلى اللقاء. إلى اللقاء.